ضمن خطة التعافي الاقتصادية التي تأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك المفدى وتوجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم الإعلان عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 باعتبار أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة، حيث تندرج الاستراتيجية تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. أهلا بك سيد الكريم في هذه النشرة. إذن كيف ستقوم هذه الخطة الاستراتيجية، خطة تطوير قطاع الخدمات المالية، من يعني حضور قوي أكثر لبورصة مملكة البحرين كسوق مالي إقليمي وعالمي؟ اولا مساكم الله بالخير وشكرا على استضافتكم لي. وبالبدايه يعني حبيت اوضح ان الخطه الاستراتيجيه لتطوير قطاع الخدمات الماليه هي اتت تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الموقر بوضع خطه شامله للقطاع المصرفي في مملكه البحرين ولفتره 5 سنوات، وراح يكون فيها يعني تعزيز او اهدافها مواصله النمو الاقتصادي، تعزيز موقع ومكانه البحرين الاقتصاديه. وللاجابه على سؤالك يجب النظر الى الاولويات الخمس الرئيسيه في الاستراتيجيه اللي هي خلق فرص عمل، تطوير التشريعات والسياسات، تطوير قطاع الاسواق الماليه، تطوير الخدمات الماليه والتكنولوجيا، والخامسة تطوير قطاع التأمين. طبعا هذه الخطة راح يكون عليها انعكاس مباشر على البورصة، سواء من حيث المؤشر الأداء أو من حيث القيمة السوقية للسوق، أو بعد تنوع فرص الاستثمار فيها، وهذا راح يساهم في مركزها إقليميا وعالميا. أما من ناحية البورصة راح يتمحور دورها على تنفيذ العديد من الأهداف، منها للذكر ولا للحصر تشجيع عمليات الطرح العام الأولي وإدراج المزيد من الشركات بما فيها الشركات أو الأصول المملوكة لحكومة مملكة البحرين، وتخفيض نسبة ملكية المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة، وأيضا تشجيع الإدراج في سوق البحرين الاستثماري للشركات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء نظام تداول آلي مباشر للأوراق المالية الحكومية سواء مستندات أو صكوك في السوق المالية الأولية والثانوية. نعم، شكرا لك سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، شكرا جزيلا لك.